يا شفيق، اوكي. مرحبا جميعا. بعرف بعد كم شخص رح ينضم لنا اليوم بهذا الويبينار، بس رح بعرف عن حالي بهالوقت واعرفكم عن دكتور عمر عبد الله. انا شفيق داوود، I'm the founder of Griffin Leadership. الباك جراوند تبعي هي بزنس ديفلوبر انجينيرنج كمان، وانا كمان يو اس ستيت الومناي. ضيفنا اليوم هو دكتور عمر عبد الله، سبق وتعرف كان استاذي بجامعه الحكمه ببيروت، بروجي كان من مع اليونسكو له علاقه بالكونفليكت ريزولوشن. تعرفت عليه تقريبا من 5 سنين يعني، وكثير حبيت بالوضع اللي احنا عم نعيشه اليوم نعمل هيدا الويبينار لاهميه وجوده معنا، كونه استاذ متفرغ بجامعه السلام تبع الامم المتحده والمركز الاساسي بكوستاريكا. دكتور عمر عبد الله كمان هو كبير مستشاري حل النزاعات في منظمه كرامه، وتاريخه كثير يعني من عم نحكي من اول ما تخرج بموضوع المحاماه من بمصر لليوم، هو بيتعلق بحل النزاعات والتوافق وايجاد حلول بين الاديان وبين الصراعات الموجوده بعالمنا. دكتور عمر، ميرسي كثير انك موجود معنا. الله يخليك. رح نحكي اليوم عن كيف كشف فيروس كورونا تحديات عقائدية سياسية ثقافية وعدلية. الكلمة لك. تمام، ألف شكر يا شفيق، وأحييك على المبادرة الممتازة دي، وبالتوفيق دايما إن شاء الله. وأعتقد هو مساء الخير عليكم جميعا، معظمكم بتقلي في العالم العربي، فمساء الخير على الجميع. طبعا انا عايز ما بقول مساء الخير في الدورات اللي هي فيس تو فيس، بتوقع الناس تقول مساء الخير، انما انا شايف معظم الناس حتى ميوت، فذاتس اوكي. لا بقى هو ايه، انا عامل ميوت للكل اول ما بيفوتوا، ولكن هلا فيني اعملهم ان ميوت كلهم اذا بتحب. يلا ها، حسب ما بقى كل واحد براحته، واللي يحب يبقى ميوت طبعا. يلي بيحب يعمل ان ميوت يعرف عن حاله هيك على السريع يعني سمعنا صوته. اوكي طيب، فمعلش هعيد تاني اقول بقى ايه مساء الخير، واسمع مساء الخير منكم عشان اصحصح معاكم شويه. فمساء الخير. مساء الخير. مرحبا. اهلا بكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شكرا يا شفيق مره ثانيه. وسريعا كده بس حدي نبذ عن نفسي، وبعدين هتكلم على الموضوع اللي احنا هنناقشه ان شاء الله. اللي انا فاهمه ان احنا قدامنا ان شاء الله ساعه ونص، فاحنا هنتكلم حوالي، انا هتكلم حوالي 45 دقيقه، وبعدين هنفتحها للمناقشه لل 45 دقيقه، او لو الناس محتاجه عايزه تقعد اكتر اللي يحب يطول اهلا وسهلا. قبل ما اكمل طبعا ابدا خالص، انا هتكلم عربي باللهجه المصري، هل في اي مشكله في كده ولا عايزين اتكلم بالفصحى؟ ابدا يا باشا، احنا بنحب المصري وبنعرف نسمع مصري. طيب تمام تمام. طيب زي ما شفيق قال، اسمي عمرو محمد خيري عبد الله، انا من مصر، وتخرجت في كليه الحقوق في مصر، واشتغلت في اول حياتي العمليه كنت وكيل نيابه في مصر. ومن ضمن الحاجات اللي انا عملتها، انا اشتغلت في التحقيقات مع اللي ارتكبوا جريمه اغتيال الرئيس انور السادات الله يرحمه سنه 81، فعندي كان خبره وباع طويل في التعامل مع اعضاء الجماعات الارهابيه اللي بتتعامل باسم الاسلام خطا طبعا. وبعدين ده بقى اللي يعني شجعني ان انا بعد كده افكر اني افهم بعض هذه النزاعات، مش بس من الناحيه القانونيه كوكيل نيابه، انا بقيت مهتم ان انا افهم الابعاد الثقافيه والاجتماعيه والتاريخيه وغيره، لان كان واضح ان مشكله زي مشكله الارهاب دي ليها ابعاد كتير، ما ينفعش بس نتعامل معها كموضوع قانوني او قضائي. وهنا بالصدفه البحثه رحت امريكا في منتصف الثمانينيات، ورحت جامعه جورج ميسون اللي كانت لسه فاتحه برنامج جديد على موضوع دراسات السلام وحل النزاعات على مستوى الماجستير، وعجبني جدا انهم كانوا بيقولوا ان البرنامج ده هيناقش او يعالج النزاعات من كل الأوجه اللي أنا اتكلمت عليها، الأوجه الاجتماعية والثقافية والسيكولوجية والسياسية وغيره، فحسيت إن هو ده اللي أنا أحب أعمله فعلا يعني. ففعلا اللي حصل إن يعني بعد خلصت المنحة بتاعتي رجعت مصر، كملت شغل شوية كان في النيابة، وبعدين رجعت أمريكا ثاني بقالي 33 سنة هنا. خلصت الماجستير بتاعي في السوسيولوجي علم الاجتماع وحل النزاعات، ثم الدكتوراه في دراسات السلام وحل النزاعات، واشتغلت في جامعة جورج ميسون، واشتغلت بعد كده في جامعة السلام في كوستاريكا، كنت 10 سنين هناك كأستاذ وعميد ثم نائب رئيس الجامعة، ثم جامعة أديس أبابا في والاتحاد الأفريقي كنت هناك سنتين. ويمكن من أهم الحاجات اللي يعني نجحت فيها هناك
طبعا كنت كأستاذ جامعي كنت بأشرف على رسالات الدكتوراه والماجستير للطلبة. فأحد الطلبة بتوعي من سنة 14 ل 17 كان هو أبي أحمد اللي هو بقى رئيس وزراء إثيوبيا واللي خد جائزة نوبل للسلام السنة اللي فاتت، وده كان الطالب بتاعي وأنا اللي أشرفت على رسالة الدكتوراه بتاعته. ودلوقتي رجعت تاني أمريكا وجامعة السلام مشكورين ادوني لقب أستاذ متفرغ اللي هو بالإنجليزي بروفيسور إيميريتوس. أحسن حاجة ممكن توصفي بها يعني أستاذ بروفيسور إيميريتوس دي إن يعني كأن أنت بقيتي أستاذ لمدى الحياة، يعني خلاص العلاقة منكم بقت علاقة لا تنتهي إلى مدى الحياة. فطبعا ده شرف كبير ليا، وبروح أدرس هناك في جامعة السلام في كوستاريكا، وكمان بشرف على بعض الطلبة الدكتوراه والماجستير، بالإضافة لشغلي بقى في أماكن كتير في العالم. أشتغل في العالم العربي كله، اشتغلت في كل حتة من المغرب إلى العراق في أماكن كتيرة، سواء تدريس، دورات تدريبية، بأبحاث، تقييم وهكذا. ومن هنا كنت اتعرفت على شفيق زي ما قال من حوالي 5-6 سنين. دي خلفيتي، واللي يحب يتكلم في أو يسألني حاجة أكتر بعد كده ممكن نبقى نتكلم فيها في آخر الجلسة إن شاء الله. النهاردة بعد ما اتكلمت أنا وشفيق نتكلم في إيه في الويبينار ده، فهو استشار بعض الزميلات والزملاء اللي بيشتغل معاهم، وكان في كم مقترح منهم كان المقترح بتاع الكوفيد 19 الكورونا فيروس وعلاقته ببعض المسائل الاجتماعية والسياسية، وده فعلا أنا حسيت أنه موضوع يعني أحب أن أنا أتكلم فيه. فأنا كمان حضرت البرزنتيشن فهحطها دلوقتي على السكرين، بس أحب أن أنا لغاية دلوقتي هعملها بالإنجليزي، فطب بس أنا هتكلم عليها بالعربي لو أن الناس مهتمة، ولو شايفين تقول لي لو عايز أن ترجمها عربي لو فيه اهتمام لذلك هيسعدني أن أنا أبقى ترجمها عربي بعد كده وابعتها لكم. فهنبدأ دلوقتي في على البرزنتيشن على طول. وزي ما قلنا ان احنا كان السؤال هو السؤال بتاع الكوفيد 19 وايه علاقته ببعض الامور اللي مش بس الناحيه الصحيه، يمكن الناحيه الصحيه يمكن دي يمكن اي حاجه طبعا مهمه جدا، لكن واضح ان الناحيه الصحيه تاثرت بامور عقائديه وسياسيه وثقافيه، وكمان اثارت بعض المسائل بخصوص العداله الاجتماعيه. ودي النقاط اللي انا عايز اركز عليها مع كوفيد 19. في البرزنتيشن بتاعتي انا حطيت كام فيديو كده حسيت ان هم كويسين ان هم يوضحوا بعض النقاط اللي انا عايز اشرحها. وعلشان نبدا يعني انا اقول ان كوفيد 19 ده حاجه غريبه انه بدا في الصين، وبعدين اكبر تاثير ليه حصل في الولايات المتحده، وطبعا احنا عارفين المنافسه الكبيره ما بين الولايات المتحده والصين على الاقل اقتصاديا، بالاضافه طبعا للاختلاف العقائدي اللي كان بينهم من ايام الحرب البارده وما قبل ذلك. فكل ده ادى الى ان الكوفيد 19 من منذ ما بدا وهو يعني في عمق مواضيع عقائديه وسياسيه. وانا استعجبت جدا ان الصينيين، احنا عارفين طبعا في مجال الاعلام والاعلام العالمي طبعا الولايات المتحده مسيطره بقى لها اكتر من قرن على كل الاعلام والهوليوود وكل ده. الصين ما نعرفش عنها حاجه في انها تعرف تتعامل مع النواحي الاعلاميه، لكن فوجئت ان هم عملوا فيديو صغير كده بيوضحوا فيه وجهه نظرهم في كيف ان الولايات المتحده بتتعامل مع موضوع كوفيد 19 والموقف بتاع الصين فيه. فانا هعرض عليكم الفيديو، هو بيتكلموا انجليزي فيه بس تالي هتقدروا تتابعوه الى حد ما. ترى له صوت هو الفيديو؟ سامع؟ له صوت الفيديو شيء؟ ثانية واحدة. مستعجل بتقول ايه يا شفيق؟ هو له فيديو، له صوت الفيديو صح؟ اه الصوت طالع ولا مش طالع؟ لا مش طالع، بدك ترجع تعمل بدك تعمل ان شير سكرين، بدك تطلع منها، ولما بدك تعمل شير سكرين في فقصة من تحت بس شير ويز اوديو. اه بس هو الفيديو نفسه انا حاطه جوه الـ حتى لو الـ ما بياخده هيك دكتور، بدك ترجع تطلع لبرا، اطلع من الشير سكرين ستوب شير وبعدين ستوب شير، اعمل هلا شير تشير ثاني صح okay. ولكن قبل ما تعمل شير في من تحت فقصه على ايدك الشمال مكتوب هونيك شير ويز اوديو شير كمبيوتر ساوند، يا شير كمبيوتر ساوند يس اوكي تمام، شكرا على المعلومه دي، اما نشوف هينفع ولا لا. اوكي okay.
December. Strange pneumonia cases reported. Roger that. January. We discovered a new virus. So what? It's dangerous. It's only a flu. Wear a mask. Don't wear a mask. Stay at home. It's violating human rights. Building temporary hospitals. It's a concentration camp. Built in 10 days. Show off. Time to lockdown. How barbaric. February. It's overwhelming our medical system. Look how backward China is. The virus is killing doctors. Typical third world. It's airborne. It'll magically go away in April. Everyone stay at home. Violation of human rights. March. Our numbers are now dropping. Impossible. Look at Italy. We wore masks. You lied to us. We made our data public. You kept everything secret. Your people are now dying. You didn't warn us. We said it was dangerous. You lied. April. We said it was airborne. You gave false data. Why didn't you warn us? We said it was dangerous. The virus is not dangerous, but millions of Chinese are dead. Even though the virus is not dangerous, we are correct. Even though we contradict ourselves. Gosh, just listen to yourself. That's right. You lied. We did nothing for 3 months. And because the WHO agrees with China, we're cutting funding for the WHO. Are you listening to yourselves? We are always correct, even though we contradict ourselves. That's what I love best about you Americans. Your consistency. Okay. طبعا انا مش بالضروره ان انا باخد موقف في هذا الموضوع، انا بس حبيت اوضح مدى المساله دي ازاي اخذت توجه سياسي من البدايه، وادت بلان الصين كمان تعرف انها تعمل حاجه بتعبر عن وجهه نظرها وبشكل نقدي اعلامي مضحك. انا استعجبت ان الصين عملت حاجه زي كده، مش ده المعتادين اللي احنا نشوفه من الصين، لكن ده بين لنا ازاي واللي ده اللي حاصل لغايه النهارده، القاء اللوم على الصين او الصين بتحاول انها تدافع عن نفسها، والمنظمه الصحه العالميه في وسط ده كله واتهامات ليها وتاييد ليها. المساله واخده بعد سياسي عميق، واضح ان هو متاثر لحد كبير بالجوانب العقائديه في الموضوع. وانا حاولت افهم يعني هذه الاختلافات ما بين الصين والولايات المتحده بالذات في التعامل مع الكورونا فيروس، وده فكرني بحاجه شفتها انا في خلال عام تدريسي للطلبه في جامعه السلام في شهر اغسطس وسبتمبر اللي فاتوا، يعني قبل ما يطلع الفيروس ده خالص. جامعه السلام انا بروح ادرس كل سنه اللي هو الكورس الاساسي الفاونديشن كورس اللي بيدوه لكل الطلبه في مستوى الماجستير، حوالي 150 طالب وطالبه. السنه دي كان اول مره يجي لنا 30 واحد من الصين، فكانت يعني فعلا عامله تاثير ديموغرافيك يعني عجيب شويه في الجامعه ان 30 واحد من الصين في نفس الوقت. الطلبة الصينيين والصينيات يعني واضح انهم برضو مهتمين جزء كبير منهم انهم يشرحوا وجهة نظرهم في امور كثيرة لانهم عارفين ان في سوء فهم ليهم. فانا فاكر ان في كم مناقشة حصلت بخصوص موضوع الديمقراطية حقوق الانسان، طبعا اللي بيقول بيتكلموا من وجهة النظر الغربية كانوا دايما في نوع من النقد للصين. فانا شفت ان بعض الطالبات والطلبة الصينيين اخذوا يعني بعض الوقت انهم يشرحوا وجهة نظرهم في مواضيع زي الديمقراطيه. وانا فاكر في يوم احدى الطالبات الصينيات ابتدت تتكلم على آلة الديمقراطيه اللي انتوا بتتكلموا عليها في الغرب، احنا فاهمينها طبعا، ومساله الانتخابات والصندوق والممثلين وكل الكلام ده. قالت احنا عندنا ديمقراطيه من نوع تاني، احنا الديمقراطيه بتاعتنا مبنيه على ان كل مجتمع صغير من مثلا 1000 او 2000 واحد لازم ينتخبوا حد هم عارفينه شخصيا، وده يبقى الممثل بتاع المنطقه، وده بيبقى بتاع القاعده الهرميه للنظام الحزب الشيوعي، ومن القاعده الهرميه دي يبتدي كل ممثلين ينتخبوا ممثل تاني وممثل تاني لغايه ما يوصلوا لقمه الهرم. الكلام ده انا بقوله قبل الفيروس. وقالت ان بسبب هذا النظام عندهم قدره على التواصل في لحظه واحده مع كل البلد برغم توسعها، وعندهم 1.3 بليون، لكن النظام ده بيسمح لهم بالتواصل. وهم كمان طبعا احنا عارفين ان احنا بنفكر في هذا النظام بنفكر ان كل الناس الممثلين اللي على المستوى المحلي دول شويه مخبرين شغلتهم كلهم ان هم يبلغوا على الناس ويقبضوا عليهم، لكن لا، الطلبات والطلبه الصينيين اتكلموا على ان ازاي الممثلين دول من اهل البلد نفسها وبيبقوا فعلا بيأدوا خدمات، واي واحد محتاج اي حاجه هم اللي بيعرفوا ان هم يوصلوا له الخدمه اللي هو عايزها. كان بصراحه كلامهم عليه كان يعني جديد علينا، وانا استعجبت من الكلام ده والوجهة النظر الايجابيه اللي كانت في ذهنهم عن النظام بتاعهم. وبالتالي لما حصلت الموضوع الكورونا فيروس في شهر ديسمبر ويناير عندهم وشفت ازاي ان هم قدروا يتحكموا في البلد في ثانيه واحده،
انا ما استعجبتش لان انا فهمت منهم فعلا ان عندهم نظام جاهز انه يتعامل مع امور من هذه النوع. ده بالمقارنه بايه بقى؟ بالمقارنه انا عايش في امريكا ومن اول يوم ما بدا موضوع الحظر وما تطلعش البيت كنت انا كنت في اجازه ورجعت امريكا في يوم 17 مارس اللي هو يمكن اول يوم قالوا لنا تقعدوا في بيوتكم. فبقى لي 3 شهور تقريبا اهو قاعد في البيت ما خرجتش. لكن تشوف من وقت ما ابتدوا يتكلموا على مساله حظر ونقفل ما نقفلش كان واضح ان في فارق كبير ما بين ان في الصين ما كانش عندهم مشكله ان يقولوا للناس كلها اقفل اقفل اقعد في بيتك ما تقعدش وهنوصل لك اللي انت عايزه في البيت وكل حاجه. هنا كان واضح ان المساله فيها حساسيه كبيره. ما تقدرش تقول للامريكاني بسهوله كده اقعد في البيت وانا هقول لك تطلع امتى وما تخرجش وتروحش وتيجي. كان نقاش كبير وحساسيه ادت الى تاخير القرار بان الناس تقعد في بيوتها بشكل الزامي. كلمه ان هم يعملوا يقولوا كلمه ان هم اوردر من الحاكم يعني امر من الحاكم بتاع الولايه ان الناس تقعد في بيوتها دي اخذت وقت على ما الناس تستوعبها وتقبل ان الموضوع خطر فعلا. لكن كان برضو دايما تلاقي ان الخطاب الاعلامي والخطاب الحكومي في امريكا على مستوى الفدرالي والمستوى المحلي كله على ان انت كبني ادم انت اللي لازم تراعي بنفسك وتشعر بمسؤوليتك وتتصرف بناء على مسؤوليتك كمواطن ومسؤوليتك انت كمواطن. انما فكره انه كان دايما بينتقدوا النظام الفكره الصينيه والنموذج الصيني على انه نظام حتى المصطلح اللي بيستخدموه هو دراكونيان يعني نظام فيه نوع من العنف واللي بيفرض على الناس حاجه رغم انهم عارفين انه هو ساعد في حل الموضوع عندهم الى درجه كبيره بس بالنسبه لهم هذا الاسلوب ما ينفعش عندنا. كان هنا واضح برضو ان المساله مش مساله بس ايه اللي ينفع من الناحيه الصحيه ومن ناحيه الصحه العامه لا ده مش كافي في حاجة اسمها سياسة وتاريخ وثقافة بيؤثروا في ايه اللي احنا نختاره اللي ينفع في بلد وما ينفعش في بلد. وبالتالي امريكا كان ليها توجه تاني بيراعي المسؤولية الفردية والحرية الفردية وكمان ازاي نعمل توازن ما بين اختصاص الحكومة الفدرالية واختصاص الحكومات المحلية وعلى مستوى الولاية. وده طبعا عمل مشاكل. انا فاكر في لحظة حصل مشكلة كبيرة جدا لما ترامب كانوا بيسألوه ان في نيويورك هنعمل ايه كان عايز يمنع الناس تسافر بره من نيويورك وتخرج منها وقال انا همنع الناس من السفر. طلع الحاكم بتاع نيويورك وقال له انت بتقول ايه ده انت ده كان ابتدى يستخدم لهجه ولغه تقارب لغه الحرب الاهليه الامريكيه. انا خفت يوميا من الكلام اللي بيتقال بينهم هما الاثنين كان كلام حرب اهليه. ده واحد بيقول انا مش هسمح للحكومه الفدراليه تتدخل عندي واحنا ما ده اسمه استعباد ده مش عارف ايه والثاني يقول لا احنا هنعمل كذا. كانت حاجة عجيبة جدا ان الواحد يشوفها واحنا لسه لم نرى اخرها في امريكا على فكرة. وطبعا وبالتالي انا بعتقد لما اشوف عدد الناس اللي ماتت في امريكا طبعا انتم شايفين الارقام. انا سامع قبل الجلسة كنتوا بتتكلموا على بعض الزملاء بيتكلموا على الحالة في المغرب في السعودية في بسمع في مصر طبعا وفي لبنان. احنا هنا بنتكلم على 110 الف ماتوا لغاية دلوقتي. 110 الف ماتوا دول مش اصابات. كنا كل يوم بيموت لنا 2000 و2500 شيء مرعب وما زلنا وطبعا الله اعلم هيحصل ايه بعد دلوقتي. فطبعا يعني امريكا تحملت يعني ثمن باهظ لهذا والله اعلم طبعا هل ده بسبب التاخير اللي حصل في ان احنا نقفل وان الثقافه مش قابله لفكره الغلق الاجباري زي ما حصل في الصين. طبعا ده سؤال كبير جدا ما اقدرش اجاوب عليه دلوقتي. الموضوع الكوفيد 19 ده زي ما قلنا بقى اثار طبعا نقاشات كثيره وما زال الى النهارده. يعني تشوف مثلا بالذات عندنا في الولايات المتحده نقاش كبير البس الماسك ولا اللي هو الكمامه ولا ما البسهاش. ترامب نفسه كرئيس جمهوريه يقول لك انا مش هلبس كمامه وناس تقول انا مش مقتنع بنلبس كمامه والتاني يقول لك ما حدش يقول لي اعمل ايه. حاجه يعني واضح انها داخله في اطار مساله الحريه الفرديه وازاي اتعامل معاها. وانا بتالي برضو زي ما سمعت من احدى الاخوه والاخوات قبل المناقشه لما بيقول احنا العلم في الموضوع ده لسه مش فاهم حاجه احنا لسه بنتعلم. وفي الناس تقول الماسك ينفع الناس تقول الماسك ما ينفعش مش عارفين فاكسين ينفع فاكسين ما ينفعش. وطبعا اكيد برضو انتم سمعتوا على كميه نظريات المؤامره في موضوع الفاكسين ده وناس كتير بتتكلم ان بيل جيتس ومش عارف مين عايزين يسيطروا على العالم ودي كلها مؤامره ودي كلها عشان يبقوا اغنياء. انما واضح ان المساله فيها جدل كبير بل وصلت المساله كمان فعلا لما بنتكلم على حكايه العلم وهل العلم فعلا هو اللي بيحكم هذا الموضوع ولا لا. حتى العلم نفسه بقى مسيس ودي يمكن اخطر حاجه انا شايفها في الموضوع ده كله ان مساله تسييس حتى العلم والمعرفه
وهنا برضو عايز اوريكم فيديو شفته امبارح على احدى الاختبارات اللي كانت اتعملت على بعض الادوية والنتائج بتاعتها وازاي النهاردة ان في تراجع على هذه النتائج. فعايز اعرض عليكم الفيديو. انا بتقال لازم اعمل تاني ستوب شير وافتح الفيديو انا محضره على علشان نشوفه على طول. دكتور عامل لا مش الحالي كان فيك في عادة بس عاكد طيب. حالي اوكي حالي. تمام بس جاي انتبه هلا اعمل شير هيدا كمبيوتر اوديو اوكي لا اصلا ده انا مش عامله anyway. انتوا شايفين السكرين بتاعتي ولا مش شايفه؟ لا مش شايفين السكرين. اوكي ده هيبقى مشكله بقى ندون على طب ثانيه واحده. اوكي اوكي هير شير اورايت كده شايفينها؟ يلا ايه اوكي تمام. عملت شير للاوديو كمان؟ لازم اعمله المره دي كمان دايما. اوكي خليني اعمل كده. معلش يا جماعه اعتذر. شير سكرين. الاوديو تمام يا ريس. اوكي بس عادي. مش عايز يشتغل. غريبة انه معلش اعتذر كده. الفيديو ده بيعمل لي مشكله يا جماعه مش عايز يشتغل على الشير سكرين. فلكن هو الفيديو باختصار كان بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على ان كان في اختبارات اتعملت على بعض الادويه ودلوقتي المجلات العلميه اللي نشرت هذا الموضوع رجعوا دلوقتي يقولوا لا ده النتائج دي كانت غلط واحنا بنعتذر عنها وبنتراجع عنها. وواضح ان مساله الاختبارات العلميه وهل الدواء بتاع الملاريا ده ينفع ولا ما ينفعش وصالح ولا مش صالح كل الكلام ده مش بس مساله فيها نقاش علمي إنما هي مسيسة في حد ذاتها بناء على مصالح سياسية ومصالح اقتصادية ربما. فكل موضوع إيه اللي ينفع من ناحية العلمية وما ينفعش واضح إنه بقى كله عرضة لهذا التخبط السياسي واللي بيؤثر كمان على المعرفة واللي إحنا بنقبله كحاجة مقبولة علميا أو غير مقبولة. وطبعا دي مشكلة كبيرة. حتى موضوع السوشيال ديستانسينج يعني مسألة التباعد الاجتماعي قعدوا يتكلمون عليها وما تقربش من حد ست أقدام وتلبس الماسك وانت خارج وما تنزلش الشغل وما تفتحش المحلات وما تفتحش ده وماشي. الناس هنا يعني بالذات في أمريكا وفي بلاد كتير في العالم احترمت هذا الكلام إلى درجة كبيرة. لكن فوجئنا من وقت ما حصلت الأحداث بتاع جورج فلويد دي وإلا نجد إن كأن ما كانش في حاجة على الفيروس ولا سوشيال ديستانسينج. وهنا هعرض عليكم برضو فيديو تاني برضو يتعلق America is locked in battle, waging war against novel coronavirus while fighting a disease that has plagued the country for centuries. Black people are just tired of having to protest for the same thing year after year after year. It's just like consistent and nothing's changed. With more than 1.7 million confirmed COVID-19 cases in the U.S., the numbers continue to rise. But so do the crowds. Protesters gathering from city to city, doing exactly what health officials have spent months urging them not to do. We're in the middle of a pandemic right now. We have two crises that are sandwiched on top of one another. All of it leaving little room for social distancing. Now health officials are bracing for a possible spike in cases. These protests are almost an incubator for coronavirus for a few reasons. Number one, people are in contact with a lot of other people in very close quarters. And number two, they're in contact for a good deal of time, which means that virus can spread back and forth. On top of that, a lot of yelling, a lot of screaming and spitting. The growing unrest is complicating efforts to control the virus. In LA, testing centers were closed over the weekend as protests raged. The volunteers who staff these centers still do not feel safe coming back to them. Hands up! Don't shoot! It's a harsh reality. Thousands pleading, value black lives. The very group COVID-19 is hitting the hardest. If you were out protesting last night, you probably need to go get a COVID test this week. Because there's still a pandemic in America that's killing black and brown people at higher numbers. How much of a risk is it for people who are out there, even those who are wearing masks?
This is a huge risk, whether you wear a mask or not. Even though it does give you a little bit of protection, it doesn't give you full protection. But many say they're left with little choice. I can go home, clean myself up, go get tested, make sure I take proper precautions, and do that. But police brutality, I don't know. I don't know what I can't do to not be harassed. And tonight, Lester, as we look among the crowd, many of the people that I've talked to say they share that feeling. Yes, they say they are concerned about that pandemic. In fact, some people have put on masks trying to protect themselves. But they say that it's equally important that they're here raising their voices in this moment. Hey, NBC News fans, thanks for checking out our YouTube channel. Subscribe. I think this video has shown several things. Of course, it was something strange that مسألة التباعد الاجتماعي دي كأنها حاجة ما بنتكلمش فيها، وأهم حاجة إن احنا ننزل في الشارع ونتظاهر. وزي ما قال بعضهم إن زي العمدة بتاعة أتلانتا بتقول إن لو أنت براون أو بلاك، يعني لون جنسك أو لون البشرة بتاعتك بني أو أسود، تروح بسرعة تعمل الفحص، لأن عدد الناس اللي من هذا اللون من البشرة بيموتوا أكتر وبيصابوا أكتر. ولما شفتوا أحد الشباب بيقول إيه؟ بيقول إن طيب انا ممكن بعد ما اخلص المظاهره دي هروح البيت وهاخد دش وهنضف نفسي واقدر اضمن ان انا مش هيجي لي اي عدوى من الفيروس، لكن اعمل ايه انا في اللي هي العنف بتاع الشرطه ضدنا دي؟ ده المرض اللي هو بالنسبه له مش عارف هيتحل ازاي. ويمكن هنا دي المعادله العجيبه اللي حصلت بالذات في الولايات المتحده في الفتره الاخيره، ان هي ما احنا في خضم موضوع الفيروس ده، وفي خضم ان احنا عارفين ان نسبة اكبر من اللي بيموتوا كانوا من اللي هم سواء الناس الكبار في السن او من اللي هم المجموعات العرقية والاجناس اللي هي تاريخيا كانت مهمشة، زي الامريكان السود والهسبانكس، وكمان اللي هم الامريكان الاصليين. نسبة العدوى والموت عند هذه المجموعات اكبر بكثير من المجموعات الاخرى. وطبعا ده بيعزوله ايه؟ بيعزوله حاجات كتيره. طبعا في ظلم اجتماعي تاريخي حاصل على الناس دي، ما عندهمش نفس القدره ان هم يتعالجوا صحيا بنفس المستوى. وطبعا موضوع العلاج الصحي بالذات في بلد زي امريكا معقد جدا، يمكن اكتر من اي مكان شفته في العالم. التغذيه مش بالضروره ان هي التغذيه الصحيه، بالعكس اللي هو الجانك فود نهار ويمين وشمال، فطبعا ما فيش الحاله الصحيه اللي تسمح ان هم يقدروا يتعاملوا. بالاضافه طبعا اللي هو الضغط اللي عليهم نفسيا نتيجة كل الظلم البنيوي والهيكلي والثقافي اللي واقع عليهم على مر عصور، واللي كان بيتمثل طبعا في أساليب العنف من الشرطة وأساليب أخرى. لكن عجيب جدا في الموضوع ده كله إن اللي هو إحنا بنسميه الجنوب العالمي اللي هو Global South، دول العالم الثالث بمصطلح آخر، يعني طبعا فيها بعض الإصابات لكنها لم تصل إلى هذا المستوى على الإطلاق. وطبعا ده عامل سؤال كبير جدا وعلامه استفهام ليه ان المناطق دي، واتمنى طبعا ربنا يسترها عليهم، لان طبعا ما عندهمش لا امكانيات زي امكانيات امريكا ولا اوروبا ان هم يتعاملوا مع هذا الموضوع. فيعني يمكن ده ستر من ربنا زي ما بنقول، لكن ما زال من الناحيه العلميه سؤال كبير ان ليه بلاد كتير في افريقيا وفي الجلوبال ساوث بصفه عامه مش متاثره بنفس الشكل. طبعا في اماكن تانية متاثره، للبرازيل مثلا شايفين امريكا الجنوبيه بصفه عامه التاثير ابتدى يبقى خطر، لكن منطقتنا في الشرق الاوسط افريقيا معظم دول اسيا الى حد كبير ما حصلش فيها نفس المستوى من الاصابات. ربنا يستر ما نعرفش، لكن برضو من الاسئله اللي احنا مش عارفين لها اجابه لغايه النهارده. ارجع تاني للنقطه بتاعه العداله الاجتماعيه هنا، ان مساله ان مين اللي يقدر بيصاب، مين اللي بيموت، مين اللي بيتاذي من الكوفيد 19، واضح ان المساله مرتبطه بمساله مين اللي عنده قدره انه يقدر يتعالج، عنده علاج كويس، مين اللي بيتغذى تغذيه مظبوطه، مين اللي حاسس انه بريفليج في المجتمع بتاعه بخلاف انه تحت ضغط. واضح ان كل هذه الامور ليها بتلعب دور كبير، ومن القدر بتاع أمريكا بالذات إن المسائل دي كلها تحصل. والسؤال الكبير كان ليه السود بالذات بيموتوا بأعداد كبيرة، وطبعا الناس بقت منزعجة من الدرجة للظلم اللي وقع عليهم على مر القرون اللي فاتت. يحصل وقعتين في نفس الوقت في أمريكا اللي يمكن كتير منكم سمعوا عليها. كان في وقعة مع واحدة اسمها إيمي كوبر، دي واحدة زي ما تشوفين في الصورة بنت أمريكانية زي أي بنت أمريكانية تشوفيها في الشارع، ماشيه في السنترال بارك اللي هو الجنينه الكبيره اللي في نيويورك، وبتمشي الكلب بتاعها. هي في منطقه جوه البارك اللي هي مخصصه للي بيحبوا يتفرجوا على الطيور، اللي هم بيعملوا بيسموه بيرد واتشنج.
ففي واحد شاب امريكي اسود حوالي بقى 45 50 سنه، هو غاوي ان هو يتفرج على الطيور دي، ده مزاجه يجي هناك يتفرج على الطيور. القواعد بتاعه المنطقه دي عشان الطيور ما تهربش من المنطقه، ان لو انت معاكي كلب او معاك كلب لازم تحط الكلب بتاعك على الليش، على اللي هو اللي يعني اللي بتبقى رابطه، ما ينفعش الكلب ينطلق لوحده والا هيطفش الايه الطيور. فهو لما شاف ان هي معاها كلبها ما كانتش رابطه الليش بتاعه، فقال لها لو سمحتي حطي الكلب على الليش. فيبدو انها ما استجابتلوش، فابتدى يصورها بالفيديو علشان يثبت ان هي بتخالف القواعد. فابتدى يصورها بالفيديو لها لو سمحتي حطي الكلب على الليش. قالت له اقفل التليفون ده الكاميرا. لا لا مش هقفلها. راحت جاي عليه بطريقه يعني في منتهى التحدي والعدوانيه، وهي اللي بتقرب منه وهو بيقول لها خليكي بعيد خليكي بعيد، وهو ماسك الكاميرا. راحت هي قالت طب انا هطلب لك البوليس وهقول لهم ان واحد امريكي اسود بيهددني انا والكلب بتاعي. قالت له طب اطلب، وراح فعلا ماسك كلبه. انتوا بتشوفوا اللقطه دي، هي طالبه البوليس طالبه 911 وبتقول لهم في واحد اسود بيهددني انا والكلب بتاعي تعالوا بسرعه. وهو ما قالش حاجه، ده هو بيقول لها ابعدي عني. وهو حط الايه الفيديو ده على الفيسبوك، انتشر في يعني في ساعتين ثلاثه ملايين الناس شافته. طبعا لما الناس شافت المنظر ده شعروا انت بتعملي ايه، هي عارفه كويس جدا ان ده واحد اسود، ولو البوليس جه تحت ادعاء ان هو بيهدد واحده بيضة، اما يوصلوا يلاقوه هناك مش هيسالوه حاجه، ده غالبا هيمسكوا يضربوا النار عليه على طول ويموتوه. هي مش يعني وهي استخدمت احنا بنسميه الوايت بريفيليج، اللي هي يعني ان انت ليك كده الحقيه الشرعانه بس عشان انت واحده بيضة. ودي ربما واحده من الناس اللي هي بتعتبر نفسها ليبرال ومتحرره وعندها كل الافكار التقدميه، لكن برضه جت في هذه اللحظه واستغلت هذا الاحساس اللي ضد السود، وعارفه ان الشرطه لو جت ممكن تموته. والموقف ده يحصل، وتاني يوم على طول نواجه بالموقف بتاع جورج لويد اللي طبعا انتم شايفين في الصوره واكيد شفتوا الصوره دي كتير، والاخ ده وقاعد على راسه 9 دقائق لغايه ما موته. الموقفين دول مع موضوع الكورونا فيروس خلى مسألة العدالة الاجتماعية أو الظلم الاجتماعي بمعنى أصح يبقى أهم حاجة بنتكلم فيها بالذات في الولايات المتحدة. طبعا مش معنى كده أن أنا بقول أن الولايات المتحدة هي بس اللي بتعاني من ذلك، بالعكس يعني أنا عايز أقول أنا بستخدم الولايات المتحدة دلوقتي وأنا بستخدمها كمثل علشان أرجع بي نتكلم على واقعنا إحنا في المنطقة العربية وفي المنطقة بتاعتنا. إحنا ما إحناش أحسن من الناس دول، عندنا مشاكل زي دي وأكتر كمان. وحديكم بعض الأمثلة. كان في كرتون يعني أكاد كنت أبكي أشوفه. اللقطة دي جورج فلويد قاعد في الجنة وبيسأل البنت دي بيقول لها أنت إيه اللي جاب لكم، أنتوا جابكم هنا. الفيل بيقول له My mama trusted humans، والبنت بتقول له I freed some birds. مش عارف أنتوا عارفين خلفية القصة دي ولا إيه. اللي حصل في قصة من يومين ثلاثة بيقولوا إن الفيل فيل في الهند، والفيل كان جعان وحامل حاجه زي كده، والفيله يعني انثى ودخلت على عايز تشرب ميه ولا حاجه زي كده مش فاكر. المهم ان اطفال عايزين يلعبوا الظاهر في القريه، قاموا ادوها اناناس عشان تاكله، وحطوا جوه الاناناس اللي هي العاب ناريه. فلما اكلته الالعاب الناريه دي انفجرت فيها وبوظت بقها وبوظت وشها، فبقت تعبانه جدا وماشيه تلف على القريه تحد يلحقها، ما حدش بيلحقها، حاولت تشرب ميه ما قدرتش، ماتت. ولما ماتت لقوا انه كان جواها جنين والجنين مات. صدمه حصلت فعلا بسبب الفيله اللي ماتت، بسبب مش بس اهمال انساني، ده بسبب قسوه انسانيه. تخلينا نفكر يعني يمكن احنا فعلا نستحق ان احنا يجي لنا مش فيروس واحد، يجي لنا 100 فيروس. البنت دي بقى اللي قاعده على المرجحه، ودي قصه يمكن يعني للاسف بتحصل عندنا في عالمنا العربي كتير، دي في باكستان. بنت عندها 10 سنين غلبانه من أسرة فقيرة معدمة زي ما عندنا كتير في أسرنا اللي احنا شفناها في عالمنا العربي وما زلنا. فأهلها بعتوها عشان تشتغل عند في بيوت الناس المحترمين الناس الأغنياء البهوات. فراحت تشتغل في بيت عند ناس، والراجل أبوها قال لهم مش عايز فلوس بس عايزكم تعلموها، يعني خليها تشتغل خدامة عندكم بس علموها ده اللي عايزكم. خدوها عندهم وشغلوها من ضمن النشاط بالإضافة للتنظيف والغسيل والمسح وقلة الأدب اللي هي بتعاني منها مع اللي بيعيد عايشة معهم. مطلوب منها أنها كمان تدي إيه أكل ليه، في عندهم بغبغانين اشتروهم، وطبعا البغبغانات دي غالية، فهي الزهر طلعت البغبغانات دي من القفص عشان تأكلهم، البغبغانات طارت.
جيل الهانم بتاعتها وجوزها لقوا البغبانات طارت ضربوا في البنت لغاية ما موتوها لغاية ما موتوها. ده مش في أمريكا, ده في باكستان. ومش هقول إننا في باكستان بس يعني معنى كده إحنا العرب إحنا كويسين, لا ده إحنا فضايحنا من هذا النوع موجودة في كل بلد عربية. وأسوأ هوريكم كمان لقطة للأسف من اللي بيحصل لبعض السودانيين اللاجئين عندنا في مصر. كلمة لاجي بتضايق أكتر حاجة. نادر ما تلاقي مصري يقعد جنب سوداني. أنا مش عارفة المشكلة, مشكلة بالضبط فين. الظلم الاجتماعي عندنا احنا كمان. والظلم الاجتماعي ده يعني انا متصور لو ان الفيروس ده دخل علينا زي ما دخل في امريكا, انت متصور هيحصل ايه للاجئين السودانيين دول؟ هيحصل ايه زي الخدامة اللي في باكستان اللي عندنا منها ملايين في مصر في الكويت في لبنان, وعارفين العنف اللي بيحصل في بعض الاماكن. في رحمة كتير لكن في ظلم كتير بيحصل للناس دي, وطبعا لا بياكلوا كويس ولا عندهم رعاية صحية ولا اي حاجة من دي. دول اللي هيموتوا اول ناس من فيروس زي ده. هيبقى عندهم المناعة اللي عند الناس المرفهة, وده اللي احنا لازم نحطه في اعتبارنا, ان احنا مش احنا كمان ما احناش بس امريكا اللي عندها جورج فلويد وعندها ايمي كوبر, ده احنا عندنا ملايين ايمي كوبر وعندنا ملايين الضحايا زي جورج فلويد. ولازم نحطه في اعتبارنا ان الفيروس ده جه يمكن عشان ينبهنا لكل هذا الظلم اللي واقع على ناس كتيرة, وان احنا لازم نفهم ان مسألة العلاج الصحي مرتبطة بالثقافة, مرتبطة بالسياسة, مرتبطة بمين اللي هي الأحقية ومين المظلوم. وإن ما كناش هنبتدي نرتقي بمسؤوليتنا الإنسانية عشان نتعامل مع هذا الموضوع, فإحنا كلنا هنعاني من كما, وحيحصل لنا مشاكل زي مشاكل جورج فلويد, وحيموت لنا 100,000 زي ما يموت في أمريكا, وربنا يستر علينا جميعا. إيه الأمل في كده؟ أنا اللي عجبني في الفيديو اللي أنا قلته لكم ده, إن يعني بعد ما عرضوا كل اللقطات المؤلمة دي للناس الحزينة, لما جم بعد كده ويورونا ان في امل, في الابتسامه اللي على وش البنت دي. وده خلاني افكر, طب يعني عشان انهي انا المناقشه دي انهيها بايه؟ وبالصدفه البحته النهارده الصبح جالي رساله على واتساب من شاب اثيوبي. انا قلت لكم اشتغلت في اثيوبيا سنتين ونص تقريبا, وكان معايا في المعهد اللي بشتغل فيه, معهد دراسات الأمن والسلم, كان فيها طبعا عاملات نظافة بيشتغلوا عندنا في البنظافة, وستات في منتهى الذوق والأدب والأخلاق. وواحدة منهم كان ابنها ما شاء الله طالب نابغ جدا في المدرسة وداخل على الجامعة وبيحب الهندسة ويحب يخترع حاجات, لدرجة ان في وقت كنت بتعاون معاه ان هو بيعمل كرسي متحرك بالطاقة الشمسية علشان الناس المشلولة اللي انا شفت منهم عدد كتير في إثيوبيا للأسف, وفي أماكن كتير في أفريقيا. النهاردة الصبح بلقيته بعت لي حاجة برضه, عشان الراجل ده شاب مخترع جميل جدا, متعلقة بالكورونا فيروس ومتعلقة بإزاي إن إحنا ننظف إيدينا وقت الفيروس. وده هو الولد نفسه ناتي, وشوفوا عمل إيه. اخترع دي علشان يحط فيها السانيتايزر, بدل ما الواحد يخش في شنطته ويطلع ويشيل, موجود على طول في الريست بتاعك, وتقدر على طول تنظف ايدك. اللي هي اهم نصيحة صحية بيدوها لنا في ازاي نتعامل مع الكورونا فيروس. فانا بترككم مع هذا المنظر للشاب ناتي, شاب افريقي اثيوبي جميل ذكي, من أسرة فقيرة جدا, وأمه بس عملت نظافة في المعهد اللي كنت فيه, لكن ما شاء الله عليه وعلى أمه وعلى إمكانيته وذكائه وقدرته على أنه هو يبتدع ويبتكر. محتاجين ندي المساحة للشباب الصغير ده, أنه هو اللي يقود الطريق, اللي هو اللي يفكر في زي إن إحنا نحل مشاكل,
وبدل ما ناخد ولد زي ده ونعذبه ونقهره علشان لون بشرته، مفروض ان احنا نشجعه علشان هو اللي هيقدر يفتح الباب ان احنا نعالج مشاكل من هذا النوع. وده انهي بيه هذا كلامي، والف شكر ليكم، واي ويلكم اني كويشنز. شكرا دكتور عامر. عارف اللي حبيته بالبرزنتيشن تبعك، فيها كتير هيك قصص، فيها كتير ستوري تيلينج. هذا الشيء بيساعد الواحد يتذكر قصص صارت معه بحياته، بيساعده كمان الواحد هيك يفهم الامور بطريقه افضل. انا هلا مثلا ذكرت لما كنت عم بامريكا بليدرز فور ديموكراسي، اخذونا نحن كنا بنورث كارولينا بديوك، اخذونا على منطقه قريبه اللي هو فيها انترناشونال سيفل رايتس سنتر اند ميوزيوم، اللي هي كانت معظم الموجودين معنا بيعرفوا نورث كارولينا كانت من يعني المناطق بامريكا اللي بلشت فيها عمليه تحرر من العبودية، لما 4 شباب فاتوا على مطعم هو مخصص بس كانوا للبيض وطلبوا انه يتقدم لهم الاكل. لما رفضت يعني الاشخاص على الكاونتر، واجا مدير يعني مدير المطعم وقال لهم لا ما فيكم لازم تفلوا، رفضوا يفلوا وضلوا واقفين محلهم لحديت ما تسكر المطعم. وهون بلشت شوية تراكم القصص. اكيد بنذكر مارتن لوثر كينج، وبنذكر كذا حدا كانوا يعني بشعاراتهم اي هاف ا دريم وغيره كان عندهم التاثير الايجابي على موضوع السود بامريكا بالتحديد. يعني بصراحه بالصيفيه لما كان يحكونا الاساتذه عن هذا الموضوع كنت شوي هيك انا اخذها بطريقه ضحك، انه عمي شو بكم بعدكم تحكوا بهذا الموضوع هون بامريكا؟ نحن سنه 2019 معكم رئيس امريكاني اسود باراك اوباما، صار عندكم انه بعدكم لهلا بتحكوا. حتى كان اسسنا اللي لونه ابيض يقولوا انا عندي بريفليج لاني ابيض، كان يقولوها يعني يحددوها بهالطريقه. امبارح بعثت له مسج لاستاذي دكتور جون، قلت له هلا فهمت تحديدا شو كنتوا عم تحكوا من بعد ما شفنا القصص اللي عم بتصير هلا. زيادة امريكا كدوله يعني بغض النظر اذا في ناس بيتفقوا في ناس بيختلفوا معها سياسيا، ولكن هالتنوع اللي عندها وهذا الغنى انه حتى القبوليه انك تحكي ديمقراطيه انك تحكي بشو ما كان حتى لو انت ضد ولا مع، هيدا الشيء اللي كثير حبيته فيها. رح نفتح مجال للاسئله. اكيد كثير من الشباب كثير متحمسين لهذا التوبيك. كانوا رح بلش مع نور. مرحبا. أهلا دكتور، أنا بشكرك على التقديم المميز. أنا اسمي خلاف نور من الجزائر، حاليا أقوم مع مجموعة من الزملاء فيهم المشاركين معنا اليوم يحضروا لك التقديم. أن نشتغل على دراسة المخاطر في منطقة المينا ريجن ما بعد جائحة كورونا. في الدراسة يعني في كثير الأمور تطرقت لها، يعني نحتاج خبرتك فيها حتى تصفي عليها يعني امتياز فيما يتعلق يعني بالقضايا السيكولوجية التي تدفع في الكثير من الأحيان في منطقتنا إلى يعني إلى مشاهد مثل تكثر شد التماسك المجتمعي في أوطاننا. فسؤالي باختصار، كيف يمكننا وما هي البرامج التي تكون إصلاحية وفعالة من أجل شد التماسك المجتمعي في هذه المنطقة؟ شكرا لك. تمام. طيب لو تسمح لي يا أستاذ نور أشكرك. طبعا أنا هاخد نوتس على الأسئلة ويمكن أجمع 4-5 أسئلة وبعدين أجاوب عليهم. سؤال حضرتك كان إيه هي البرامج الإصلاحية، مش كده؟ لمعالجة ممكن تعيد تاني سؤال يا أستاذ نور؟ أنا بتكلم على نقطة شد التماسك المجتمعي في منطقة مينا ريجن. تمام، هايل، أوكي، شكرا. شكرا لك. أستاذ فادي. أنا عندي سؤال. أكيد كل اليوم الحديث هو على التحديات العقائدية الدينية الاجتماعية إلى آخره، بس إذا طلع إيفانجلي بالمستقبل القريب بيّنت أنه هيدا من فعل الإنسان وهي part of a biological war، يما مثل ما كان عم ينقل ومثل ما يعني بالمنطق بيقول انه في حدا في تدخل انساني لتعديل هذا المرض لو وصلنا لهالحاله. كانت غلطه انسانيه، غلطه انه فلتت بعد ما خلص
شو ردك اذا طلعت وبينت انه هيدا مختبر امريكاني او مختبر صيني اما مختبر بنغالي صنع هذا المرض وفلتت بطل في إلها يعني بصير بمطرح معين انه اكثر مما انه قصة مجتمع قصة حروب جرثومية والانسان والحرب يعني تمام تمام شكرا استاذ فادي انا اضفت السؤال وبرضه هناقشه ان شاء الله بعد ما نجمع بعض الاسئله الف الف شكر يوسف اهلا شفيق مساء الخير شكرا استاذ عامر على التقديم الجد جيد يعني الموضوع كان جميل جدا انا اشتغلت سنتين او ثلاث سنوات في مصر في مشروع اسمه يوت فور تشينج شباب من اجل التغيير الاشكال تروح في عالمنا العربي هو إشكال تربية ومؤسسة تنشئة اجتماعية زي ما كتبت في الكومنت للأسف تمرر أشياء كتير من خلال الإعلام من خلال البرامج اللي بيشوفها الأطفال من صغرهم حتى لما يكبروا أشياء بتشجعهم على العنف كره الآخر يعني كيف ممكن في زي ما قال نور في عالمنا العربي إننا في نفس الوقت نربط أو نعمل أشياء مترابطة ما بين جميع القطاعات القطاعات القانونية لأن القانون لا يحمي كل الناس القانون يحمي فئات معينة فقط كيف ممكن أننا نربي ناس أنهم يحترموا القانون وأن القانون يكون عادل على الكل يعني من اللي عنده فلوس واللي ما عندهش فلوس بالتالي ممكن إحنا ننتج مجتمع أو جيل فعلا مؤمن بقضايا العدالة الاجتماعية العدالة ما بين الأنواع ما بين الأشخاص من أجل حل كل هذه المشاكل المطروحة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لي أنا غابة لا يمكن أن نعمل عليها إسقاط أو نقارنها بدول أخرى لأن فعلا هي دولة كبيرة لا تحترم حقوق الإنسان أشياء كثير عندي أصدقاء شغالين في أمريكا يعني كل مرة يحكوا لي حكايات فعلا أتأثر فيها فبالتالي إحنا في المغرب أو في دول تانية كيف ممكن إحنا نربط هذه الأشياء كلها من أجل خلق أو إنتاج جيل جيد شكرا تمام شكرا يا يوسف نأخذ بعد أسئلة لكن رح نأخذ من ولاء مساء الخير شكرا جزيلا للدكتور عامر على المحاضرة القيمة دكتور بودي طرح سؤال طبعا المجتمعات العربية هي مجتمعات متشابهة إلى حد كبير في مشاكلها وفي ما تعانيه من أزمات لكن كيف بإمكاننا توظيف الوضع الحالي في تعزيز الأمن والسلام باعتبار جائحة كورونا فرصة قد يمكن استعمالها بالسلب أو الإيجاب والمضي قدما وتجاوز الخلافات والاهتمام بالإنسان ووضع خطط للتنمية لمواكبة العالم لنحافظ على ما تبقى من الإنسان والموارد وشكرا جزيلا شكرا شكرا ولا بس خبرك دكتور عمر يعني هلأ مرقنا على لبنان جزائر المغرب العراق وهلأ رح نرجع على المغرب والحاجة تنشكر دكتور عمر على البرزنتيشن it was really very interesting يعني ذكر أو تحدث عن مجموعة من النقاط ابتداء من علاقة المجتمعات بالسلطة لأن في يعني في مجتمع اللي ما تيحترمش الإيجاليتير كنقولوا إيجاليتير عنده علاقة يا سواء وفي مجموعة أو مجتمع اللي هو عنده علاقة مع الليارشي هيراركو I mean with hierarchy so it's a matter of respect يعني مثل اليابان أو الصين يعني هذا هو السبب اللي وجدنا أن الصينيين يعني عندما قالوا ليهم دخلوا ولكن جد شوي عم بيكون عندي مشكله مع بالصوت عندك اوكي سو اذا في تكت باليور كويشن بالشات بوكس انا برجع بقوله كل عمل رح ناخذ اجوبتك عن هالاسئله وبرجع انا بسالك سؤال لجد انا ما عم نسمع صراحه ابدا صوتها بطريقه واضحه طيب تمام طيب يبقى ان شاء الله هناخذ سؤال الاستاذ نجات لما تكتبه انا هادي تعليقاتي انا مش هقدر اقول اجابه يعني انا عايز اقول طبعا احنا كلنا متفقين ان في الموضوعات من هذا النوع وموضوعات كثيره متعلقه بمسائل السلام وحل النزاعات وغيره
يعني احنا مش بالضروره دايما عندنا اجابه قد ما احنا عندنا اراء مختلفه ووجهات نظر، وبنحاول ان احنا نثري المعرفه مع بعض بان احنا نشارك وجهات النظر. فبالنسبه للسؤال الاول كان هو ايه البرامج الاصلاحيه اللي ممكن انها تساعد في موضوع التماسك الاجتماعي في منطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط للمينا ريجن. انا عايز اقول لك تعرف موضوع السوشيال كوهيجن ده اللي هو التماسك الاجتماعي، انا كنت يعني شايف ان هو انتشر قوي ككلمه كده يعني بيسموها باز وورد في المصطلحات في مجال التنميه ومجال السلام على مدى الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، وانا مش مستعجب من كده لان كل شويه بيطلع لنا باز وورد جديده في السوق. فما طلعت التماسك الاجتماعي دي انا كنت كل ما احاول افهمها اقول يعني طب انا مش شايف، ما هي حاجه مفهومه يعني almost common sense. لكن لا، انا شفتها اول مره فين؟ شفتها في دارفور. رحت اعمل تقييم لمشروع في دارفور وكردفان في السودان، وشفت فعلا معنى كلمه سوشيال كوهيجن او التماسك الاجتماعي وازاي ده يحصل. وده اللي هخليه بقى اجاوب على السؤال بتاع حضرتك او ادي اقتراحاتي فيه ان ازاي البرامج الاصلاحيه. المنطقه اللي انا رحت اشتغلت فيها في دارفور وكردفان كان عندها برنامج من منظمه الامم المتحده للتنميه مدعوم من الاتحاد الاوروبي ان هم يحاولوا يحلوا مشاكل ما بين الرعاه والفلاحين اللي في مناطق بتتصحر ومناطق الموارد الطبيعيه بتاعتها عماله تقل بسبب التغير المناخي، وابتدت النزاعات تبقى في منتهى العنف وبيدبحوا في بعض وبقى لهم دلوقتي 20 30 سنه في هذا الموضوع. وطبعا دخل بقى في الموضوع مساله القبليه والعرق واللون برضو ومين اللي اصله عربي ومين اللي اصله افريقي، بقت مذابح. والناس طبعا مش كله بيحاول ان هو بس ايه يحمي نفسه ويحصل على قوته بانه يحارب الاخرين، رغم ان في موارد كثيره بس ما عندهمش القدره ان هم ازاي يتعاملوا مع هذه الموارد بشكل ايجابي. فجاء المشروع ده وابتدى يساعدهم ان هم يقعدوا مع بعض في لجان ويقترحوا ايه اللي كل واحد عايزه وايه اللي هو ممكن يحقق له مصالحه، وطبعا ادوهم دعم مالي علشان ان هم يقدروا ان هم مثلا يعملوا طلمبه ميه اللي هي بس تطلع ميه من الابار، والميه دي ازاي يوزعوها بشكل عادل على الجميع، وازاي يستثمروا الميه دي بحيث يعملوا مشروعات جوه المجتمع بتاعهم. مع الوقت كونهم بقوا يقعدوا في لجان مع بعض ويقدروا ان هم يحققوا مصالحهم بشكل افضل من خلال اللجان مش من خلال ان هم يضربوا بعض ويذبحوا بعض، وجدوا الله تعالى من المصلحه تقعد في اللجنه دي واني اتعاون مع اللي انا كنت بعتبره عدو طالما ان انا بحقق مصلحتي بشكل افضل. انا في رايي النموذج ده يعني كان نموذج ممتاز في حتى انا بستخدمه انه مقارب للفكره اللي بنستخدمها في التفاوض اللي بنسميها الباتنا، اللي هي يعني ايه الوسائل ايه الاختيارات البديله للتفاوض اللي اقدر احقق بيها مصلحتي. فانا لو لقيت عندي اختيارات افضل من اني اتفاوض مع حد يبقى اروح احقق الاختيارات دي. بالنسبه للناس دي الاختيار الافضل كان يروح يحارب ويضرب علشان ياخد الميه اللي هو عايزها. دلوقتي انا بقول لك الميه هتاخدها احسن لو قعدت وتفاوضت مع زميلك ده واللجنه اشتغلت معاك وقدرتوا تجيبوا الميه بشكل اكثر عداله وتوزعها صح. ده ادى الى تحسين العلاقات بينهم وبين بعض، ادى الى ان هم ابتدوا يتعاونوا ورجعت العلاقات الطيبه بينهم وبين بعض، ودلوقتي ادركوا قيمه هذا التماسك. وانا فاكر مره ما عملت معاهم نوع من يعني جلسه بؤريه او فوكس جروب وبسالهم يعني هل المشروع ده غير العلاقات بشكل ايجابي. واحد منهم انا فاكر في الجلسه بص للي جنبه قال لي انت عارف قبل المشروع ده اللي قاعد جنبي دون كان ما يقدرش يقرب مني 100 متر لان عارف ان لما انا هقتله هو يا اما هو هيقتلني. المشروع ده هو اللي ساعدنا ان احنا استعدنا العلاقه وبين اصحاب وقاعدين جنب بعض وبنفكر في مشاريع جديده نعملها سوا. تاثير المشروع كمان كان على الستات كان عظيم. انا شفت سيدات يعني تحولوا من شحاتين زي ما بنقول الى انهم بقوا يعني بيزنس ومن بيعملوا استثمار وبيشتروا غنم ويروحوا يبيعوه ومن الغنم ده مش عارف يعملوا بيه ومشروع تاني ومشروع تالت. حاجة أنا شفت فعلا كلمة تماسك اجتماعي في الواقع في هذا المشروع. فإجابتي لحضرتك على النقطة بتاعت إيه المشروعات الإصلاحية، أنا عايز أقول المشروع الإصلاحي ده أولا بتتطلب مجهود من فئات مختلفة، نمرة اتنين لازم يكون في فهم للثقافة بتاعت المجتمع ولازم تكون بتخلق للناس بديل أفضل من أنهم بيضربوا بعض من أنهم يشتركوا في هذا المشروع. يعني لو كان عشان كده نشوف المشروعات اللي تقول اجيب الناس ويعملوا جلسه دوره على حل النزاعات مثلا، لا مش هينفع، ما هو الناس هتيجي تقعد دوره حل النزاعات بعدين يطلعوا يضربوا بعض تاني لانك ما حلتش الاحتياجات الاساسيه بتاعتهم. انما انت لما تعمل مشروع لازم تفهم ايه الاحتياجات الاساسيه اللي هم مش بيشبعوها ونشوف ازاي ان احنا هنعمل مشروع يشبع هذه الاحتياجات بشكل ايجابي، وده اللي احنا نبني عليه بحيث ان يبقى بديل لاستخدام العنف
أو للتفكك الاجتماعي اللي كل واحد فاكر ده بيحقق له مصالحه بشكل أفضل. ده النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي الافتراض إنه طبعاً ده السؤال ده طبعاً يعني بيثار كثير، إن هل الفيروس ده طبيعي ولا دخل فيه نوع من التدخل الإنساني سواء بخطأ أو بعمد، وهل فعلاً يعني جرثومة الإنسان تسبب فيها، وطبعاً إيه اللي هيحصل في هذه الحالة. طبعاً أنا متصور لو إن ثبت ذلك أو حصل فيه تحقيق في هذا التوجه ووجدوا إن فعلاً كان فيه سواء إهمال أو قصد، هنا إحنا نخش في مسألة بقى يعني جريمة دولية من نوع جديد، وهتتطلب طبعاً تدخل قانوني دولي، وربما المحكمة الجنائية الدولية هي اللي لازم تتولى موضوع زي ده. بس ده مش هيحل المشكلة، ده هيحل المشكلة إن إحنا نجيب المسؤول ونعاقبه. إنما زي ما حضرتك قلت وبرضو آخرين قالوا، الموضوع أكثر تعقيدا من الناحية القانونية، زي السؤال اللي بعده ما اتكلم. هنا إحنا هنتكلم طب إزاي نعالجه، طب إزاي نقدر نفك المشكلة دي، إزاي نضمن إنها ما تحصلش تاني، إيه اللي سببها إنها تحصل من أولها. بيتهيألي كل ده هيتطلب تدخل فئات مختلفة علشان نشوف إزاي نتعامل مع الموضوع ده ونتعامل مع أبعاده، مش بس القانونية والجنائية وتحديد المسؤولية، إنما إزاي نحنا نقدر فعلا في النهاية نوقف هذا الفيروس ونضمن إنه ما يحصلش مرة تانية. النقطة الثالثة كانت إن مشكلتنا في عالمنا العربي هي مشكلة النشء والتربية، وإنه للأسف بيتشجع على كراهية الآخر. والسؤال هو إزاي نحنا نقدر نخلي كل يعني الجهات المختلفة تشتغل مع بعض بحيث يكون في احترام للقانون. أنا معاك فعلا في النقطة دي، ويمكن هرجع برضو لحكم وظيفتي السابقة كوكيل نيابة وأقول لك إن يمكن من المشاكل الكبيرة هي إن الجهاز القضائي والقانوني بصفة عامة مش بيتواصل بالشكل الكافي مع الجهات التانية اللي هي ليها مسؤولية اجتماعية ومسؤولية نفسية للمجتمعات. ولازم الجهات القضائية والجهات القانونية تعرف إنها إزاي تتعامل مع هذه الجهات الأخرى. إحنا بنتكلم مثلا على الأحداث مثلا أو الشباب الصغير، طبعا في نوع من يبقى فيه مصلح اجتماعي أو غيره بيحاول يتعامل مع الطفل الصغير أو الشاب الصغير في الأحداث، إنما أنا شايف إن بالتالي العقلية القانونية نفسها محتاجة إنها تتغير بشكل يسمح لها إنها تعرف تتعامل مع المشاكل بشكل أوسع من النطاق القانوني الضيق. يمكن ده أنا برضو حسيته مع في شغلي مع الأعضاء في التنظيمات الإرهابية دي في الثمانينيات، إن إحنا كنا كل همنا كوكلاء نيابة وقضاء إن إحنا نثبت الجريمة ونشوف إن هم يتعاقبوا يخشوا السجن أو يعني يلقوا العقاب. لكن كان واضح إن المشكلة مش مشكلة قانون قد ما هي مشكلة تاريخ وثقافة وعلم ومن ناحية نواحي نفسية ونواحي اجتماعية، كل ده كان مأثر في الناس دي وبيوجههم إلى هذا التوجه المتطرف العنيف. إزاي إن إحنا نقدر نربط التوجه القانوني اللي إحنا كنا بنستخدمه مع هذه التوجهات التانية؟ محتاج تغيير في العقلية من بدءا في رأيي من مسألة على الأقل مرحلة الجامعة، وإن اللي بيدرس قانون واللي بيدرس علوم تانية يبقى في نوع من التداخل والإنترديسيبلينري أبروتش اللي بيه كلنا بنقدر المعرفة اللي جاية من جهات مختلفة واللي بيها نقدر إن إحنا نتعامل مع الموضوعات دي بشكل شامل متكامل، مش بس بنظرة واحدة ضيقة. السؤال اللي بعد كده كان ازاي نحن العالم العربي ممكن نستفيد من اللحظه دي بان احنا ندعم السلام والامن. طبعا انا في رايي ان الموضوع بتاع الكورونا فيروس ده كله يعني فعلا جايب مش بس العالم العربي، جايب لنا في العالم كله فرصه كبيره ان احنا نعيد النظر، ان احنا نسال نفسنا ايه اللي مش ماشي كويس وازاي نصلحه. انا طبعا يعني ازاي ده يتعمل، ازاي ان احنا نقدر ان احنا نتعامل مع موضوع زي ده ونستفيد منه، بالتالي هيرجع نمرة واحد ان احنا ننمي الاحساس بان الموضوع مش مسألة صحة عامة بس، لا دي مسألة زي ما قلنا فيها مسألة ظلم اجتماعي ومسؤولية اجتماعية بالذات تجاه الناس اللي هم اكثر تضررا من هذا الموضوع. انا سامع في مصر للأسف دلوقتي ان المسألة وصلت ان بعض المستشفيات بقت مكتظة والناس اللي هي غير قادرة ما يقدروش ان هم يتحملوا مصاريف يروحوا مستشفى خاصه، لان المستشفى الخاصه طبعا غاليه جدا عليهم ومفيش مكان ليهم يروحوه. فاحنا هنا ابتدينا نشوف مساله الهوه الاجتماعيه اللي موجوده دي هتبتدي تعمل نوع من الخلل في مين اللي يقدر يتعالج ومين اللي ما يتعالجش، وده ممكن يؤدي الى عواقب وخيمه طبعا. فربما ان احنا نبتدي ندرك هذه الابعاد من دلوقتي، نبتدي نروج لان لازم نتعامل مع الابعاد الاعمق من ناحيه الصحه العامه
لان دي اللي ممكن تقلب الموضوع ده الى كارثه. بيتهيألي نوع من التركيز في هذا التوجه هيساعدنا ان احنا نبتدي نفكر طب ايه الحلول، واتمنى ان رجال الدين يلعبوا دور ايجابي شويه في هذه الموضوعات ويبتدوا يفهموا ازاي اتكلم في مسائل الرحمه ومسائل التعاون بين الناس والاحساس بالمسؤوليه في هذه الموضوعات، مش بس من النواحي الفقهيه اللي يعني تعتبر مش مرتبطه بالعداله الاجتماعيه قد هي مرتبطه زي ما انا بشوف في بعض الفقه اللي طالع في مصر. هل يجوز يقول لك مثلا هل يجوز مش عارف اللي لابس اللي هو الغطاء الكامل كدكتور او طبيب انه يؤدي الوضوء من غير ما يقلع كل ده ويخسر رجله؟ يعني هو ده اللي انت مهتم بيه قوي ولا مش مهتم بالعداله الاجتماعيه والناس اللي مش لاقي مستشفى يروحوها؟ اعتقد ان احنا محتاجين نفعل دور رجال الدين. طبعا دور المراه لازم يزيد اكتر ويلعبوا دور اكتر في هذا الموضوع، وطبعا مؤسسات المجتمع المدني. لا ما ينفعش ان احنا نسيب كل حاجه على عاتق الحكومات بتاعتنا. الحكومات بتاعتنا كتر خيرها، انما ما تقدرش تعمل كل حاجه لوحدها. وللاسف طبعا المعضله الكبيره اللي احنا فيها هي ايه؟ ان حكومات كتيره عندنا مش سامحه للمجتمع المدني ان هو يلعب الدور كافي، وبالتالي ففي يعني نوع من كده مش عارفين نطلع من المعضله بتاعتنا دي. الحكومه عايزه تعمل كل حاجه لكن هي مش قادره تعمل كل حاجه، في نفس الوقت ما عندهاش ثقه انها تسيب المجتمع المدني يشتغل. اتمنى ان يمكن المشكله دي تفرض علينا جميعا ان لازم نفعل دور المجتمع المدني. صح تمام. سؤالنا جات لحلك يا انا، هل من الممكن رؤيه نموذج تنموي اجتماعي جديد في العالم بعد الكورونا وخصوصا في الولايات المتحده الامريكيه؟ هو السؤال. ثاني سؤال، ما هي الامكان؟ لا معلش عيد السؤال ثاني يا شفيق لو سمحت. هل من الممكن رؤيه نموذج تنموي اجتماعي جديد في العالم بعد الكورونا وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هيدا أول سؤال بدنا. ثاني سؤال هو ما هي الميكانيزمات التي يمكن تبنيها من أجل تنمية المجتمعات والوصول للعدالة الاجتماعية خصوصا في العالم العربي وأفريقيا؟ تمام عظيم جدا. أوكي. تمام، في أي أسئلة تانية دلوقتي؟ بالوقت الحالي في أسئلة شباب، حدا عنده أسئلة إذا بحب يفتح الميكرو تبعه. بعتقد فاطمة عندها لازم. فاطمة في جان كمان. جان مرحبا. بس حابب نسأل سؤال، بما أنه وحي من الناس الموجودة هلأ عم نحكي كل مين يعني كل مين من بلد وعم بيسأل بالنسبة للوضع بالعالم كله، إجمالاً بعد ما تخلص هيدي الأزمة رح يكون في تداعيات من أمريكا كمنطقة ومن أوروبا كمنطقة. بدي أسأل إنه جامعة الدول العربية هي رح يكون عندها مثل قرار موحد من هيدا الشيء؟ لأنه أنا يعني بمعنى إنه رح يقدروا العرب بمعنى إنه يتوحدوا بهيدي المصيبة اللي جمعت وصابت الكل على قرار انه مثلا يحملوا مسؤولية او يكون عندهم مثل ضغط او انه اكزاكتلي او موقف معين بالنسبة لهيدا الشيء؟ تمام عظيم جدا. تمام شكرا. طيب بالنسبة للسؤال الاول اللي كان طرحه شفيق اللي هو هل في نموذج اجتماعي كانت أذان بالنجات كانت أستاذة نجات بتسأل على حكاية هل هيطلع نموذج اجتماعي جديد في الولايات المتحدة؟ والله يا أستاذة نجات يعني أنا عايز أقولك إن للأسف إن إحنا شفنا في الولايات المتحدة على مر 20 سنة اللي فاتوا على الأقل حكاية اللي هو القتل السود على يد ضباط شرطة بتسرع. أنا مش هقول يعني إنه يعني بتحسي إن مثلا واحد اسود ويرافع ايده في الهواء وكل حاجه وبرضه يضربه بالنار. الولد ده زي ما انتوا شفتوا حاطط رجله عليه ركبته وعمل له حمود وبرضه ما بيتحركش. كل ما شفنا حاجه من دي حصل مظاهرات والناس طلعت غاضبه جدا طبعا وشعارات كتيره ولازم نغير النظام ونغير نظام الشرطه ونغير القانون ونغير الدستور، لكن انا مش شايف ان بيحصل تغيير اساسي لغايه دلوقتي. الموضوع المره دي اكبر من المرات اللي السابقه، ربما لارتباطه بموضوع الكورونا فيروس ولارتباطه بالحادثه برضه بتاعه السنترال بارك، وكان قبلها حادثه برضه شاب اسود لسه مقتول من شهرين وبس اكتشفوا فيديو اثبت انه اتقتل برضه ظلما.
فكل دون بتقلي والموضوع بتاع المرة دي بتاع جورج فلويد ده فعلا أثر في الناس بشكل جامد. أنا لما رحت واشنطن كنت أموراتي راح تشترك في المظاهرات فروحت أوصلها. أنا أقول لك مثلا 70% من اللي رايحين المظاهرات لا يشوفهم بيض ما مش سود، يعني واضح المسألة مش ما بقتش يعني، ففي حركة شعبية كبيرة. لكن إزاي الحركة الشعبية دي هتعبر عن هيتم التعبير عنها في الكونغرس وإنها تؤدي لتغيير قوانين. ناس كتير هنا بتقول إن التغيير الحقيقي اللي حصل في أمريكا في الخمسينيات والستينيات حصل من المحكمة الدستورية العليا ومن القوانين اللي أدت إلى منع التمييز في المدارس، أدت إلى إد حقوق المدنية للجميع في الستينيات، ده كله كان طلع من قوانين. إحنا محتاجين برضو تغييرات على المستوى التشريعي وعلى مستوى قرارات المحكمة العليا. أتمنى الأمور تمشي في هذا الاتجاه. أنا في رأيي إن في فرصة عظيمة. ليه؟ لأن الانتخابات الأمريكية جاية بعد 4 شهور، وطبعا ترامب نفسه ينجح والديمقراطيين نفسهم يخلصوا من ترامب، كل واحد في الكونغرس أو في السنت نفسه أنه ينجح. فدي فرصة ضغط جامدة للشعب نفسه على الممثلين بتوعه أن هم يحدثوا تغيير، وبالتالي أن جزء كبير من الشعب عايز يرى هذا التغيير. لكن الحاجة الوحيدة اللي هتقلقني بصراحة هي، وده موضوع تاني خالص بقى طبعا، هو أن أنا في رأيي أن الشعب الأمريكي منقسم دلوقتي انقسام قوي كبير جدا. في انقسام جامد، يعني ما تشوفي معسكر ترامب والمعسكر اللي ضد ترامب، ما هم دول واحد منهم هو نصف أمريكا والتاني هو النصف الآخر. أو ترامب اللي صوتوا له في الانتخابات 60 مليون، صحيح اللي صوتوا لهيلاري 62 وشوية مليون، لكن هو نجح لأنه كان عنده التمثيل بتاع الولايات أحسن. لكن في النهاية ده نص الشعب مع ترامب ونص الشعب ضده، والخلاف العقائدي بينهم عميق جدا وبيزداد. وكمان في معاه كمان مسألة الاستحقاقية بتاعت البيض والاستحقاقية بتاعت حق حمل السلاح، كل الكلام ده في منتهى الخطورة. فأنا شايف أن رغم أن في تعاطف مع موضوع اللي حصل لجورج فلويد، إنما برضو في نوع من الصوت اللي ابتدى يطلع أن لا، ما الشرطة لازم تدافع عن نفسها. امبارح حصل موقف عجيب جدا، أن في كان راجل عجوز عنده 75 سنة وكان الشرطة في مش عارف أنهي ولاية يا رب ماشيين ان هم رايحين يزورهم عشان يقبضوا على بعض الناس اللي هي قاعده بعد الحظر. فهم ابتدوا يمشوا والراجل ده واقف في النص لوحده خالص، ابتدى ما عرفش يوريهم بالتليفون بتاعه حاجه في ايده، يعني ما بيعملش اي حاجه عدوانيه ناحيته. راح 2-3 من الضباط دول زقوه، قام هو اختل توازنه وراح واقع على راسه، وراسه اتفتح الدم نازل يسيل منها، حاليا في المستشفى بحاله حرجه. لما ده طلع الفيديو بتاع اللقطه دي، قاموا المسؤولين في الشرطه في المنطقه دي أوقفوا الاثنين الضباط اللي زقوا الراجل العجوز ده وعوروه. حصل إيه بقى بعد ما أوقفوهم؟ 57 ضابط التانيين اللي كانوا معاهم في نفس الوحدة كلهم قدموا استقالتهم احتجاجاً على وقف زملائهم. ده يوريكوا بقى إن قد إيه الموضوع معقد. يعني أنت النهاردة في الناس في الشرطة بتقول لا، أنتوا كده بتظلمونا، أنتوا كده بتقولوا إن إحنا بنسيء استخدام حقنا وإحنا ما سأناش استخدام حقنا، رغم إن بتقلي في نظر ناس كتير إن اللي عملوه للراجل العجوز ده كان طبعا تعسف ونوع من الاعتداء. فأنا عايز، أنا أخشى إن المجتمع الأمريكي في نوع من الانقسام الأيديولوجي اللي أنا ده يعني يمكن الموضوع ده يزوده، مش بالضرورة إن هو يحسنه. فهل هيحصل تغيير؟ هيحصل تغيير إيجابي، أتمنى ذلك، لكن أنا أخشى برضو من الأمور الأخرى اللي ليها تأثير سلبي حاليا في الولايات المتحدة. بالنسبة للسؤال اللي بعده، هل في آليات موجودة اللي احنا ممكن نستخدمها لتحسين التنمية في العالم العربي وفي أفريقيا؟ طبعا ده السؤال ده كبير جدا، وطبعا الإجابة نعم، بس كلها ترجع هي ترجع طبعا مسألة التعليم دي أساسية، لكن مسألة اللي هو الحوكمة الجود جوفرنس دي مشكلة كبيرة في بلاد كتير في أفريقيا وفي العالم العربي. إحساس الناس إن في حوكمة عادلة، بالتالي دي مشكلة كبيرة، الناس مش حاسة كده. تغييب المجتمع المدني في معظم الأحوال بالذات في المنطقة العربية، يمكن في أفريقيا في الصب صحارى أفريقيا بالتالي المجتمع المدني أكثر نشاطاً وفي انفتاح أكثر على فكرة عن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. لكن من غير مجتمع مدني فعال يقدر يشتغل، بيتهيألي مش هيبقى في بالسهولة إن إحنا نقدر إن إحنا ندفع عجلة التنمية. ونقطة تانية، أنا فاكر قالتك الأستاذ النجات قبل لما الصوت كان بيقطع، كانت قالت حكاية الاحترام، وكانت بترجع للنقطة بتاعت الصين وإنهم قدروا يسمعوا الكلام ويستجيبوا.
انا برضو عايز اقول ان احنا في عالمنا العربي وفي بلاد افريقية كثيرة خلينا حريصين واحنا بنشوف ايه النماذج اللي تصلح لنا، ان احنا مش بالضرورة ان احنا دايما نتبع نماذج صالحة في امريكا، زي ما مش عارف حد كان من شوية قال برضو امريكا نظام تاني، يعني عالم تاني ثقافة تانية، وده حقيقي 100%. وبالتالي ما ينفعش ان احنا ناخد اللي ينفع عندهم ونقول خلينا نجربه عندنا، لا احنا عندنا برضو اللي احنا لازم احنا نجتهد ونعرف ايه اللي يصلح عندنا في مجتمعاتنا، وايه اللي ممكن انه يؤدي الى الناس انها تقدر تحل مشاكلها بشكل ايجابي وانها تدفع عجلة التنمية. لكن هل هي مستحيلة؟ لا مش مستحيلة. يمكن اديك نموذج واحد على موضوع التنمية برضو مع بعض طبعا التحفظات. شوف اللي حصل في رواندا. رواندا كان فيها حرب مذبحة عرقية سنة 94 مات فيها 800,000 واحد، مجتمع محطم تماما. ازاي ان المجتمع ده يطلع من سنة 94 لان النهاردة عندهم واحدة من احسن معدلات التنمية في العالم وبالذات في افريقيا، مدينة العاصمة بتاعتهم كيجالي اختيرت للكام سنة اللي فاتت اجمل مدينة في افريقيا كلها، وبلد فعلا منظمة ومحترمة وماشيين بمعدلات هائلة في التنمية من كل النواحي، وبل كمان يعني تمثيل النساء عندهم في البرلمان هو اعلى تمثيل في العالم كله، اظن وصل ل 67%. ففي امل وممكن جدا تغييرات تحصل بشكل ايجابي، ومش لازم التغيير ده يكون معاه بترول ولا يكون معاه فلوس كتيرة زي ما بنشوف في مناطق معينه في العالم. لا، رواندا ما عندهاش حاجه من دي الا مصادرها الطبيعيه والعاديه، ما هياش يعني حاجه فوق الوصف، وكمان قدره الشعب ورغبته وحكومه ماشية مع الشعب فعلا بتحاول انها تنمي. بس هنا التحفظ اللي عايز اقوله برضو ان برضو بعض الناس من الهوتو حاسين ان هم مقهورين وان النظام بيكبتهم، فيعني مش الكل راضي ولا مبسوط، لكن لما تقيسيها من ناحية التنمية موجودة. وطبعا دي نموذج عظيم ان ازاي دولة كانت في حرب عرقية من حوالي 35 سنة النهاردة وصلت لواحدة من احلى احسن معدلات التنمية. النقطة الأخيرة بعد كده اللي جات اللي هي كانت إن بالنسبة للتأثير اللي هو في أوروبا وفي أمريكا، السؤال بالنسبة لنا إحنا كعرب هل هنعرف ناخد موقف موحد من هذا الموضوع؟ يعني أنا هقول لك إن للأسف إحنا أنا مش متفائل في الناحية دي، أنا مش شايف إن إحنا في العالم العربي لسه جاهزين إن إحنا ناخد مواقف موحدة، دايما عندنا سبب للانشقاق بالذات سياسيا. أنا بتقريش إحنا شعوبنا الحمد لله مع بعض يعني إلى حد كبير كويسة جدا، وده اللي أنا شفته في كل مرة سافرت في أي بلد وعملنا مثلا مشروعات أو أنشطة وفيها ناس من العالم العربي كله، بتشوف وأكيد كلكم شفتوا الحاجات دي، يعني كمية تواصل وفعلا عندنا مقومات وحدة أكتر من اللي في أوروبا ولا في أمريكا. لا عندنا لغة واحدة وتاريخ واحد، ورغم اختلافات الأديان واختلافات العرقية وكل حاجة لكن في حاجات مشتركة كتيرة بيننا وبين بعض، ولكن للأسف احنا مش عارفين ازاي ان احنا نفعلها. وطبعا ده يرجع الى حد كبير بسبب الاختلافات السياسية، والاختلافات السياسية دي انا برضو مش هألومهم كاملا ليها عليها، لان انا اللي بشوفه في بلاد كتير، ويمكن برضو سامعني في اخ واختين من العراق، انا بروح العراق كتير مؤخرا، ويمكن لما نقعد نتكلم مع الناس في دورات التدريبية بنعملها وكده بنجد ان اكبر عنصر حاسين ان هو مش بيساعدهم ان هم يخرجوا من الازمات اللي هم فيها هو التدخل الخارجي. وأنا في رأيي إن التدخل الخارجي ده فعلاً هو اللي عمل لنا كارثة في العالم العربي كله. لو ما عرفناش إن إحنا ندرك خطورة التدخل الخارجي اللي بيحصل في منطقتنا سواء على مستوى دولة واحدة أو ما بين دول، وإن إحنا نحجمه وإن إحنا نقدر إن إحنا نفرض إرادتنا عليه كشعوب، بيتهيألي دي الخطوة الأولى اللي لازم نفكر إزاي إن إحنا نعملها. إنما طول ما إحنا سايبين التدخل الخارجي ده يحصل ويأثر فينا، اتفرج على ليبيا واللي حصل فيها دلوقتي، اتفرج على سوريا، اتفرج على العراق، اتفرج على اليمن، كل دول اليد الخارجية فيها موجودة بوضوح، وده اللي عمل لنا مشاكل كتيرة. فأنا بيتهيألي يمكن دي الخطوة الأولى إن إحنا كشعوب لازم نشوف إزاي نتعامل معها، وإلا مش هنعرف نحل حاجة. أنا حسيت إن في العراق الناس مرهق تعبت، حاولوا شيء عشان حاضر صالحنا بعض، مش عارف إيه كوردو ده حاضر وصالحنا بعض، وبنحاول نصالح بعض وبنحاول نعمل، وكل ما يمشوا خطوتين يرجعوا 10 لورا بسبب التدخلات الخارجيه دي. فانا شايف ان دي نقطه للاسف مع الطلانة بقى لها كتير، بقى لها مش انا بتكلمش على يومين ولا اثنين ولا سنه ولا اثنين، احنا بنتكلم على دلوقتي قرن من الزمان وربما اكتر، وده مأثر فينا. ازاي ده يتغير؟ مش هيخلص في يوم وليله، كوفيد مش هتأثر في ده، ده محتاج هزه اكبر من كده بكتير، وربنا يسهل وانها تحصل فعلا. دكتور عامر، في عندنا سؤال من نجات كمان، كيف يمكن لجمعيات المجتمع المدني
سكات صوت السلاح، خصوصا حينما تتحدث عن فشل بعض السياسات الممنهجة من طرف الدولة المعنية. تمام، طبعا الأسئلة يعني احنا كده ما بتكلمش في الكوفيد خالص. يعني شيء متوقع، بتعرف نحن المنطقة العربية هي رب الأزمات، يعني أكثر وسؤال... منطقة فيها أزمات، متوقع هيك تفوت شوية طبيعي. لا طبيعي جدا. وسؤال مهم، بس انا عايز اقول ايه، يعني انا برضو الواحد يقول ايه، رحم الله امرئ ان عرف قدر نفسه. يعني حضرتك بتقولي المجتمع المدني يقدر يعمل ايه علشان يوقف حضرتك قلت النزاعات العسكريه ولا التدخلات العسكريه؟ صوت السلاح، يعني هي صوت السلاح. دكتور عمر، قبل ما تجاوب على سؤالك، بس لانه في عندي نظري فتح الميكروفون، يمكن عنده سؤال، هيدا ناخذ سؤاله لنظري امين بعتقد من مصر. شكرا. هل صوت جيد؟ من وين نظري انت؟ من الجزائر. من الجزائر، اهلا وسهلا. طبعا نشكر منظمي هذه الندوة الافتراضية، وجاءت في وقت ربما فيروس كورونا، وبالنظر للتقدم التكنولوجي ففتح لنا ربما باب صغير لمشاركة آرائنا خاصة في المنطقة العربية. طبعا كان الأستاذ عمرو عبد الله، وهو مشكور على هذه التدخلات وهذه التحاليل، كان أثر نقطة ما هو الآن جاري في الولايات المتحدة الأمريكية من احتقان وتدافع اجتماعي، ربما إن يعبر فإنه يعبر عن تلك الهشاشة الاجتماعية التي أصبحت في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد مجيء دونالد ترامب على رأس السلطة منذ نوفمبر 2016. فالسؤال هو، إذا سلمنا بأن إضافة إلى هذا الاحتكار وهذا الاحتقان الاجتماعي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية وتداعيات فيروس كورونا الذي ربما أدى إلى بروز نوع من المعطيات الجديدة في الساحة الجيوسياسية، وإلى ذلك التدافع والاحتكاك، وربما أدى إلى بروز قوى أخرى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، إذا سلمنا بأنها هذه كلها تراكمات ومتغيرات يمكن أن تؤدي إلى تغيير ربما نمط التسيير أو نمط قيادة العالم، هل سيؤثر هذا في حل بعض النزاعات، يعني خاصة في منطقة الشرق الأوسط؟ هل سيؤدي إلى بروز معطيات جديدة، سيؤدي إلى التدافع، إلى بروز قوى ربما سياسية جديدة، وسيؤثر ذلك على حل العديد من المشاكل، وبالتالي الوصول إلى المبتغى كل العالم هو إزالة بؤر التوتر والوصول ولو بصفة نسبية إلى السلام؟ السؤال الثاني، هل سيدفع هذا الوضع الجيوسياسي الذي ساهمت فيه هذه الأزمة، هي أزمة كورونا اللي هي حرب، ربما بعض المحللين يقولون أنها حرب بيولوجية أو حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، هل سيؤدي ذلك ويدفع الدول العربية إلى تغيير نمط إدارتها للأزمات، وبالتالي دفعها إلى تحقيق العمل العربي المشترك الذي للأسف الشديد ظل مجرد شعار؟ وشكرا على كل حال. شكرا ندري. شكرا ندري. هلا طيب هعلق على السؤال بتاع سؤال ندري وبنشوف له فيه تاني. فالأستاذ نجات كانت بتتكلم على ان المجتمع المدني وازاي يقدر يلعب دور في مسألة التسلح او استخدام السلاح والعنف وهكذا. طبعا انا شايف يعني ممكن الكلام النظري نقول ممكن، انما انا اللي بخشاه ان زي ما قلنا المجتمع المدني الى حد الكبير ليه دور محدود، وربما بيختلف الدور من بلد لاخرى في العالم العربي. يعني مثلا بشوف في تونس مؤخرا ما شاء الله المجتمع المدني ناشط هناك، لبنان طول عمرها مش بطال، انما في بلاد كان يعني ابتدى شويه المجتمع المدني ينشط وبعدين خفت زي مصر، السودان لسه مش متأكدين رايحين فين، في أماكن تانية طبعا المجتمع المدني ليه دور محدود جدا اللي يقدر يعمله، نشاط الأطفال، نشاط للنساء، مش أكتر من ذلك، إنما نشاط سياسي ونشاط أن يتدخل في مواضيع السلاح وغيره أنا أعتقد ممكن يلعب، عارفة دور إزاي أستاذ نجاة؟ إنه يفعل جهات أخرى في المجتمع اللي ممكن تلعب دور، وأنا أقصد بذلك إيه؟ يعني بعض المؤسسات المحترمة في الناحية الدينية والمؤسسات اللي هي التقليدية سواء العشائرية أو غيره
اللي ممكن يلعبوا دور، لان دول بيبقى ليهم تاثير وليهم مساحه ان هم يتحركوا في مثل هذه الموضوعات. فانا بيتهيالي التعاون مع هذه المجموعات، وفي قصص نجاح كثيره على فكره، بالذات ارجع تاني للعراق، انا شفت قصص نجاح كثير، طبعا في قصص كارثيه برضو، لكن في قصص نجاح كثيره جدا بالتعاون مع الزعماء العشائريين والزعماء الدينيين، ان هم ممكن يلعبوا دور ايجابي. انا في رايي المؤسسه الدينيه والمؤسسه اللي كان العشائريه، يمكن انا برضو حريص في مساله العشائريه لانها مش بالقوه قوي في بلاد تانية في العالم العربي زي ما هي في العراق مثلا او في الاردن، لكن انا عايز اقول ان المؤسسات دي برضو هي نفسها محتاجه تحديث ومحتاجه تطوير علشان تقدر تؤدي دورها بشكل اكبر. انما لو خدنا المجتمع المدني اللي احنا عارفينه بالمنظور اللي هو متاثر بالافكار الغربيه اكتر، ده عشان يلعب دور في هذا في هذه الموضوعات ربما يضع نفسه في مواجهه مباشره مع الحكومه، وده أسوأ شيء ممكن يحصل. انما لو يشتغل من خلال بعض هذه الجهات المعروف انها لها دور في هذه النزاعات، لان مثلا معروف ان رجال الدين والعشائر بيخشوا في النزاعات المسلحه وبيحاولوا هم يوقفوا هذه النزاعات سواء تكون من عائليه او مجتمعيه، فبالتالي ممكن يلعبوا دور في هذا الموضوع. بالنسبه لاسئله الاستاذ نادري، ان الولايات المتحده يعني هل دورها هيخفت في العالم؟ ده كان الجزء الاول من السؤال اعتقد، والجزء الثاني كان هل في العالم العربي نقدر ان احنا نتعامل مع هذا الموضوع بشكل مختلف؟ والله السؤال بتاع هل امريكا او الولايات المتحده دورها هيقل في العالم وان مش هتبقى بنفس القوه على الساحه العالميه، على فكره ده لسه يعني بدري قوي ان احنا نقول ان دي الحكايه. على ديك اديك مثلا على ذلك، امبارح في امريكا كان ترامب كان يكاد انه بالبلدي بقى، كان ناقص نطلع يرقص بلدي في الاعلام. ليه؟ لان حصل ان هو طبعا من يوم ما حصلت الكارثه بتاعت الكورونا دي ناس كتير طبعا فقدت وظائفها، وكميه البطاله ارتفعت بشكل مهول في شهر مارس وابريل، وكانوا متوقعين شهر مايو كمان هيوصل فيه العدد يزيد اكتر. فوجئوا امبارح ان البطاله ابتدت تنحسر، وان في وظائف كتيره ظهرت في شهر مايو بعد ما حصل فتح جزئي لبعض الولايات في امريكا. فهو طبعا خد الخبر ده ونزل على طول مؤتمر صحفي الصبح يقول لك انا يعني ايه، انا اللي عملت اللي ما حدش عمله، وسعيد جدا وبيعد الناس ان يعني النجاح الاقتصادي اللي شفناه قبل كده هنشوف احسن منه في المرحله اللي جايه. حتى قال هو بصراحه على النقطه انت بتقولها، قال كان عمالين يقولوا ان الصين سنه 19 هتبقى عندها اقتصاد احسن مننا. شوف الصين، لا طبعا ولا عمرهم هيبقوا زينا، احنا ما فيش زينا، احنا اجدع ناس، احنا اللي ما حصلناش. قاعد بقى يقول كل الكلام اللي هو بيقوله ده بطريقته. فانا عايز اقول وكلامه فيه حق شويه، يعني انه اقتصاد امريكا مازال قوي، تاثيرهم العالمي مازال قوي، في دول كتيره مستفيده من قوه امريكا، ودي كمان كارثه ثانيه ان دول صغيره صغيره لكن عارفين ان بقائهم في الحكم الانظمه الحاكمه مرتبط برضا امريكا عليهم، وامريكا بتستفيد منهم. العلاقه دي هي ترجع للسؤال اللي انا قلته من شويه، حكايه التدخل الخارجي اللي احنا مش عارفين نوقفه، انما ده بيقوي من وجود امريكا لانها مستفيده من هذه الانظمه والانظمه دي بتفيدها. فانا بتهيألي المعادله دي مش هتنتهي بهذه السرعه، الا بقى وده يمكن يرجع للنقطه اللي كنا قلناها من شويه، حكايه الاحتقان الداخلي اللي جوه امريكا ده، وانه لاي مدى ده ممكن يسبب مشاكل. يعني احنا شفنا الاتحاد السوفيتي بحجمه كله انهار من جوه لما انهار. انا ما بقولش ان امريكا هيوصل لها كده، واتمنى ما يحصلش حاجه زي كده، واتمنى انه على هم عندهم مؤسسات وعندهم برضو تماسك اجتماعي رغم كل المشاكل دي اللي هو بيه، ممكن ان هم يعالجوا هذه الامور، بس ده ممكن فعلا يغير من نظرتهم لنفسهم ونظرتهم للعالم. انا اللي شايفه لغايه دلوقتي ان لو حصل تغيير لموقف امريكا العالمي هيحصل من جوه، انما على الساحه العالميه ما زالوا هم الاقوى. مش عايزه كلام، احنا بقى كعرب ايه اللي ممكن نعمله في هذه الظروف؟ هرجع للي انا قلته قبل كده، لازم نجد اليات ان احنا بيها نتعامل مع التدخل الخارجي بشكل اكثر فعاليه، ندرك المساله. يعني ترجع كلها برضو لمساله الفهم التاريخي للموضوعات دي، ادراك ان احنا ما زلنا، انا في رايي ده رايي الشخص انا ويمكن الناس تختلف معايا، احنا ما زلنا بنعيش في سايكس بيكو، مرحله سايكس بيكو، ما زلنا عايشين احنا في هذه المرحله بعد 100 سنه ومتاثرين باللي بيحصل فيها. يمكن الاسماء تغيرت، بقت الولايات المتحده واخرين بدل ما كانت فرنسا وبريطانيا، لكن هي نفس القصه ونفس المعاناه من وقتها. محتاجين ان احنا ازاي نعيد نفهم الكلام ده، نبتدي نعمل له تفكيك ديكونستراكشن، ونشوف
ايه الاليات المقومات اللي عندنا. زي اقول لك انا مؤمن تماما من شغلي في العالم العربي كله مقومات الوحده فعلا موجوده عندنا اكتر من اي حد. ده في اوروبا عندهم كام لغه بيتكلموها، اوروبا دي اللي هي قد صغيره، انما احنا نشوف عندنا قاعدين من المغرب ومن الجزائر ومن مصر ومن غيره ولبنان والعراق وبتسمعوني بتكلم مصري وكلكم فاهميني تمام وانا فاهمكم تمام. دي ده دي نعمه ان احنا عندنا هذه القدره، وعندنا طبعا اشتراك في التاريخ، اشتراك في حاجات كتير. الكلام ده مش انشا، الكلام ده حقيقي. فيعني انا عايز اقول ان احنا ممكن نبني عليه، بس احنا لم نصل الى هذه المرحله من النضوج مجتمعيا ان احنا نعرف ازاي نشتغل. لكن الامل مشروعات، حتى مشروعات صغيره زي اللي بتعملها شفيق بيعملها واخرين، نبتدي نجمع بعض اكتر، بس نبتدي نركز مجهودنا في ان احنا ازاي نخلق قوه صلبه اللي هي تدرك ان التدخل الخارجي ده لازم احنا نسيطر عليه مش هو اللي يسيطر علينا. تمام. كثير من الجيوبوليتكس هذا السؤال كان. دكتور عامر احنا يعني وصلنا للختام، بدي اتشكرك على وقتك، بدي اتشكر كل اللي حضروا معنا. نحن بالعاده ما بنسكر دغري، يعني احنا هلا بكون عم نختم نودعك، ولكن اللي بحب يضلوا موجود بضلنا هيك تقريبا نص ساعه بنناقش شو سمعنا شو حكينا، وكمان اذا في مقترحات للاسابيع اللي جايه. مره ثانيه بتشكرك على وقتك دكتور عامر، ما بعرف اذا عندك كلمه اخيره. لا ده انا اللي شاكر ليكم وشاكر ليك جدا يا شفيق بجد، ومبروك على هذه المبادره، واشكركم كلكم على وقتكم وعلى استماعكم وعلى اسئلتكم، وان شاء الله تكون دي بدايه ان احنا نتواصل اكتر مع بعض باذن الله. شكرا شكرا دكتور عامر. الله يخليك. الله يخليك. باي باي. طيب هتقفل خلاص ولا اللي عايز يمشي يمشي واحنا نقعد شويه؟